السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل معانا الغدا بتاعنا سمك بلطي ورز صيادية بالبصل يعني. وطبعا هنتبل السمك بتتبيلة جميلة جدا ان شاء الله. طبعا معايا التتبيلة بتاعتي توم وفلفل، والتوابل بتاعتي ملح وبابريكا وكزبرة وكمون، طبعا مكترة كمان نسبة الكمون، وحاطة شطة. طبعا التوابل دي هتخليلي السمك جميل جدا. نتابع مع بعض. طبعا اول حاجة هنفرم البصل بتاعنا، دلوقتي هننزل بالثوم بتاعنا، طبعا هننزل بالتوابل بتاعتنا، تمام كده. التتبيلة بتاعت حشو السمك جاهزة، لازم تبقى ناعمة كويس جدا. بنعصر عليها ليمون، دلوقتي هنعصر الليمون بقى، نكتر طبعا الليمون على السمك، يعني حاجتين لازم ان احنا نكتر منهم على السمك، الليمون والكمون، تمام، بيدوا طعم جميل جدا وبيفرق معانا في السمك. دلوقتي بقى خلاص احنا عملنا التتبيله بتاعتنا وجهزناها وحطينا عليها الليمون، هنشوف بقى نتبل السمك ازاي. معانا السمك كده، بنيجي بالسكينه وبنقوم فاتحين كده فتحات عشان السمك بتاعنا يشرب من التتبيله كويس قوي كده. نتبل بقى كده السمك بتاعنا، نجيب التتبيله جواه كده، وهنا وفي الفتحات اللي احنا عملناها بالسكينه كده هنا، هيشرب بقى اللحم، هيشرب من التتبيله وهيبقى الطعم احلى من بتاع المطاعم ان شاء الله. هنعمل كله بنفس الطريقة ونروح بقى ايه نعمل الرز مع بعض. طبعا دلوقتي هنعمل الرز بتاعنا، حطينا زيت في قلب الحلة، سخن، هننزل بالبصلة بتاعتنا على طول. نحط ملح مع البصل عشان يدبل لي البصلة بتاعتي، يحمرها لي على طول. ودلوقتي الطماطم بتاعتي اهيت، انا بشرت طماطميه والبصلاية وصلت للمرحلة ديت، هننزل بطماطمية صغيرة يعني مش هتبقى باينة اوي، بس هتدي لون جميل للرز بتاعنا. نقلب طبعا ومنشيلش ايدينا منها، اللون جميل جدا ما شاء الله.
طبعا اللون ظاهر جدا في الكاميرا. هو في المرحلة دي معايا الرز بتاعي مغسول وعليه المية بتاعته، دلوقتي بقى هنحط التوابل بتاعتنا بردك على الرز ده اللي هي بتفرق خالص معانا. هنحط بابريكا وهنحط كمون وهنحط شوية شطة، هيخلي الرز الصيادية بتاعنا في منتهى الجمال. ونحط ملح، الملح بتاعنا. الرز بتاعنا بيبقى لونه جميل وطعمه أجمل إن شاء الله. يعني النار طبعا ما تبقاش واطية ولا عالية على الرز، يتشرب وبعدين نوطي عليه خالص ونحط تحتيه شياطة أو نوطي الشعلة خالص عليه تبقى زي الشمعة. هنغطي دلوقتي على الرز بتاعنا ونقلي السمك مع بعض إن شاء الله. دلوقتي الدقيق بتاعي طبعا مش هحط فيه السمك كده، لأ أنا بحب أتبل الدقيق. الدقيق بتاعي بقى بحط عليه ايه؟ بحط عليه كزبرة مطحونة، وبحط عليه ملح وملح ليمون، بتخلي السمك بقى خرافة، بيبقى روعة يعني، بيبقى جميل جدا. طبعا الزيت بيسخن، كمية كده من ملح الليمون على طرف المعلقة يعني. بنقلب طبعا السمك بتاعي شرب من التتبيلة اللي انا حطيتها له، واللحم بتاعه اتبل. هنحطه بقى في الدقيق، لازم الزيت يكون سخن. تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم. السمك وصل للون الجميل دوت، استوى معانا ما شاء الله، لونه جميل جدا في المرحلة دي، جميل جدا. هنشيله بقى من الزيت وبنحط باقي السمك التاني اللي هيكون. معايا رز كمان استوى كمان اهو، ما شاء الله لونه جميل جدا. لازم نراعي ان السمك ما يبقاش النار عالية عليه ولا واطي عليه، يعني يبقى وسط. كده هنخلص السمك ونطلعه ان شاء الله، يتقلي ونطلعه ونقدم الاكل مع بعض، نتابع مع بعض يا حبيبتي. طبعا دلوقتي خلاص الاكل بتاعنا جهز، الغدا بتاعنا جهز الحمد لله. السمك اتقلى والرز كمان الحمد لله استوى وجميل وطالع ما شاء الله مفلفل.
وحلو جدا. وعملت معاه كمان شوية سلطة، شوية سلطة كده، جميل جدا. السمك بنعصر عليه ليمون وهو لسه طالع، بنعصر عليه ليمون كده، بيبقى طعمه جميل قوي. يا ريت الغدا بتاعنا النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.